بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. أحب أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم محمد نعيم أو محمد البشاني في كلية الطب، زميلكم من كلية الطب. النهاردة إن شاء الله إحنا بنحاول نعمل مجموعة من الفيديوهات مسمينها سيمبليفايد فيسيولوجي. سيمبليفايد فيسيولوجي فكرتها ببساطة خالص، هي عبارة عن باوربوينت أنت بتشوفه موجود قدامك، مدمج معاه التسجيل الصوتي بتاع الشرح. ان شاء الله من خلاله تبدا تبسط العمليه شويه والدنيا تبقى الى حد ما سهله معاك شويه في التعامل مع الفسيولوجي. الفسيولوجي بعض الناس بتشوف ان هي ماده تقيله وان هي ماده طويله جدا موجوده، ولكن الموضوع ان شاء الله بسيط وسهل خالص. مجرد ان انت تبقى بس فاهم الموضوع ماشي ازاي، هتبدا تفكر وتبدا تكتب وتبدا تعمل كل حاجه، وما تقلقش جدا. والناس اللي قلقانه من الامتحانات والدرجات ما تقلقوش، الماده بسيطه خالص وسهله، وكمان هي ماده مهمه مهمه ليك كطبيب. انت دلوقتي الفكر بتاع الجامعه بيختلف شويه عن الفكر بتاع الثانويه العامه، في ايه؟ ان انت هنا في الجامعه بقيت متخصص في مجاله، ولازم تبقى كويس جدا فيه، لان انت بعد كده هيبقى متوقف على الشغل بتاعك ده حياه بني ادم، وقرارك ده هيبقى متوقف عليه حياه بني ادم، وبالتالي لازم تكون فاهم مش حافظ، لان الحفظ مش هيخليك تتعامل مع اسطمبات. انت العيان بيجي لك بتتعامل مع كل عيان كانه حاله لوحده او كانه حاجه جديده قدامك تشوفها لاول مره، فلازم تكون فاهم ويكون عندك الاساسيات دي كويسه جدا. طيب الفسيولوجي برضو من المواد المهمه جدا، لان هي اللي بتبدا تتعامل مع الجسم وتبدا تعرفك الجسم بيشتغل ازاي. ده مهم في ايه او هيفيدك في ايه الفسيولوجي؟ ناس كتير بتتعامل مع ايه، ان هي بتتعامل مع الماده سنه بسنه، يعني امتحنت السنه دي على الفسيولوجي خلاص الماده انتهت من حياتي ما عدتش اشوفها تاني في حياتي. لا، الفسيولوجي من المواد المهمه جدا في حياتك، واللي مبني عليها مواد تانية هتقابلك بعد كده. يعني مثلا عندك العلم بتاع الادويه او علم الفارما، لازم تكون فاهم الجسم بيشتغل ازاي عشان تبقى فاهم الدواء كمان هيخش يشتغل ازاي. كمان علم الامراض اللي هو علم الباثولوجي، لازم برضو تبقى فاهم الجسم الطبيعي بتاعه عامل ازاي، وبالتالي لما يحصل الخلل المرض هينشأ ازاي. دي مقدمه بسيطه كده هنبدا نتكلم فيها عن الفسيولوجي، وايه هي الشباتر اللي هتكون موجوده معانا، وازاي نذاكر ونتعامل ازاي مع الماده بحيث ان الموضوع يبقى سهل وبسيط، وان شاء الله الموضوع بسيط. يعني اولا هنبدا نتكلم عن يعني ايه في فسيولوجي. الفسيولوجي ببساطه ده الساينس اللي بيتعامل مع الفانكشن بتاعه النورمال ليفنج اورجانز. يعني ايه بقى الكلام ده ببساطه خالص كده؟ طبعا احنا عارفين اي جسم عندنا او الجسم البشري عندنا عباره عن مجموعه من السيستمز او عباره عن مجموعه من الانظمه بتبدا تشتغل مع بعض عشان تؤدي الوظائف العامه بتاعه الجسم. يعني مثلا عندنا الجهاز الهضمي، عندنا الجهاز التنفسي، عندنا الجهاز الاخراجي، عندنا الجهاز البولي، عندنا الجهاز العصبي. كل دي عباره عن مجموعه من الاجهزه بتشتغل بتناسق مع بعضها بحيث ان هي تؤدي الوظيفه بتاعتها، وفي الاخر يبدا الانسان يعيش حياه طبيعيه ما فيش فيها اي امراض. طيب علم الفسيولوجي عندنا الجوهر في مذاكرته هما سؤالين اتنين، بتسأل نفسك سؤالين في اي موضوع انت بتاخده. تسأل نفسك how and why، يعني لما تخش مثلا على اي سيستم او اي اورجان موجود او اي عضو موجود في جسمنا، مثلا وهناخد مثال وهو القلب، عايز تتعامل مع القلب فلازم تعرف اول حاجة how بيشتغل ازاي، ايه هي طريقة الشغل بتاعته. وده هنبدأ ندرسه عن طريق حاجة اسمها الميكانيزم. بناخد حاجة اسمها ايه الميكانيزم، على مدار المنهج كله هتلاقي في كل موضوع كده يقول لك الميكانيزم بتاعت الفانكشن دي، ازاي الاورجان ده بيشتغل الشغل ده. تاني سؤال تسأله نفسك وهو why، ليه ليه العضو بيشتغل بالطريقة دي، او بايد الجسم هيستفاد ايه من العضو اللي موجود عندنا. باختصار عندنا برضو في نقطة تانية لازم نتكلم فيها، وهي ان الجسم عشان يشتغل بتناسق مع بعضه لازم يكون في حاجة عاملة سيطرة عليه او حاجة بتخليه يشتغل بالتناسق ده. عندنا التناسق ده بيشتغل عندنا بطريقتين، عندنا حاجة اسمها النيرفس كنترول او النيرفس ريجوليشن، يعني عبارة عن مجموعة من الاشارات العصبية المخ بيبدأ يديها لبقية الاعضاء بتاعة الجسم عشان تبدأ تأدي الوظيفة بتاعتها. وعندنا جزء تاني وهو الهرمون، العبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية هي اللي بتبدأ تطلع من الجسم عندنا وتتوجه لأعضاء تانية بحيث ان هي تقول لها اشتغلي كذا او اعملي كذا وما تعمليش كذا. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين، او ايه مميزات ده وايه مميزات ده؟ عندنا النيرفس سيستم ببساطة كده لما نيجي نفكر، واحنا طبعا هنتفق ان احنا هنفكر مش هنحفظ، احنا هنفكر ونبدع، ولازم نستمتع جدا بمذاكرة الفسيولوجي، من المواد الشيقة جدا واللي هتفيدك جدا في حياتك. طيب عندنا النيرفس سيستم، المخ عشان يدي امر الوسيله بتاعته ان هو يبدا يدي اشاره عصبيه، والاشاره العصبيه دي تبدا تمشي في الاعصاب لحد ما توصل للعضو تحت. الاشاره العصبيه دي عامله زي الكهرباء اللي ماشيه في السلك، وبالتالي الكهرباء اللي ماشيه في السلك ديت بتكون سريعه جدا، ولكن عيبها الوحيد ان هي بتنتهي بسرعه، يعني بتبعت الامر يروح يؤدي الشغل بتاعه ثانيه اتنين وينتهي الموضوع على طول، وبالتالي بنقول ان الاونست بتاعتها رابيد. يعني ايه الاونست؟ الاونست يعني الفتره اللي بتكون من بدايه الامر لحد ما يروح يعمل الايفكت بتاعه.
فبالتالي المخ بيبعث الاشاره العصبيه مثلا وليكن للقلب، فما بتاخدش لحظات لحد ما توصل هناك، فهي سريعه جدا. وبالتالي بيستخدم او الجسم بيبدا يعتمد على النيرفس ريجوليشن ديت في الاوامر السريعه، يعني ينظم عدد ينظم ضربات القلب، ينظم ضغط الدم. ديت اوامر محتاجه سرعه جدا في التنفيذ، وبالتالي اللي بيتحكم فيها وهو الجهاز العصبي بتاعنا او النيرفس ريجوليشن بتاعنا. ولكن عيبها الوحيد زي ما قلنا ان هي بتنتهي بسرعه، يعني هي بيروح يقول القلب سرع شويه لثواني ويرجع للطبيعي بتاعه، او بطئ شويه لثواني ويرجع للطبيعي بتاعه. عندنا النقيض او المقابل للنظام ده وهو الهرمونال ريجوليشن. ايه الهرمونال ريجوليشن او ايه هي الهرمونات؟ الهرمونات عباره عن مجموعه من المواد الكيميائيه الجسم او الجسم فيه غدد، بتبدا الغدد دي تفرز هذه الهرمونات عشان تروح تؤدي وظيفه ثانيه، تروح تخلي عضو ثاني يعمل وظيفه ثانيه. هنضرب مثال بسيط جدا عندنا وهو مثلا مستوى السكر في الدم عندنا. مستوى السكر عندنا في الدم طبعا كلنا عارفين ان اللي بيتحكم فيه وهو نسبه الانسولين اللي موجوده في الدم. الانسولين ده يعتبر عندنا من نوع من انواع الهرمونات او من المواد الكيميائيه اللي بيفرزها البنكرياس. لو ارتفع عندنا مستوى السكر في الدم انا ما بكونش محتاج ان انا انزله بسرعه، وبالتالي بيروح امر للبنكرياس يقول له طلع الانسولين براحتك خالص، يطلع الانسولين والانسولين يبدا يمشي في الدم ويبدا يحرق يخلي العضلات تحرق الجلوكوز الزياده اللي موجود عندنا في الدم. وبالتالي هو في ميزه، الميزه بتاعته ان هو بيشتغل براحته، فبياخد لونج ديوريشن، بيبقى شغال لفترات طويله جدا ممكن على مدار اليوم كله. ولكن عيبه الوحيد ان هو ما بيديش استجابات سريعه، يعني مش في لحظات بيروح يدي الاستجابه بتاعته. وبالتالي باختصار بنبسط الموضوع خالص بنقول ان النيرفس ريجوليشن الاونست بتاعته بتكون رابت سريعه، ولكن الديوريشن بتاعته بتكون شورت، على عكسه وهو الهرمونال ريجوليشن الاونست بتاعته بتكون سلو، يعني بيشتغل ببطء، بيشتغل براحته خالص مش مستعجل، والديوريشن بتاعته بتكون على فترات طويله ممكن تستمر معايا اليوم يومين ثلاثه، ممكن حاجات بتوصل معانا لسنين. صوره بسيطه خالص بنوضح بيها وهو النيرفس ريجوليشن اللي موجود عندنا. يعني مثلا امر بيروح للعين، امر بيروح لللنج الرئه بتاعتنا، او امر بيروح للهارت او للدايجست سيستم الجهاز الهضمي بتاعنا. دي اوامر عصبيه بتمشي عن طريق الاعصاب، بتروح استجابه سريعه جدا وبتنتهي في لحظات. النقطه الثانيه اللي موجود عندنا وهو الهرمونال ريجوليشن، عندنا مجموعه من الغدد بتبدا تتحكم في وظائف الجسم. طبعا ده هناخده في شابتر ثاني لوحده مش قصتنا دلوقتي. طيب هنبدا نتكلم ايه هي الشباتر اللي موجوده عندنا في الفسيولوجي. هندرس في الفسيولوجي تقريبا 10 شباتر. في شباتر منهم كبيره ومهمه ولازم نستفيد في شرحها ونستفيد في مذاكرتها ونكون فاهمينها كويس جدا، وفي شباتر تانية صغيره كده بتخلص على طول مش بتبقى محتاجه مذاكره كتير جدا معانا. اول شابتر هيكون موجود عندنا وهو الاوتونوميك نيرفس سيستم. ايه حكايه الاوتونوميك نيرفس سيستم ده؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم ده الجهاز العصبي اللا ارادي اللي موجود عندنا. واحد هيقول لي لا ارادي ازاي؟ يعني في حاجات انا ما بقدرش اتحكم فيها؟ طبعا في وظائف في جسمك انت دماغك مالوش سيطره عليها، او انت كشخص مالكش سيطره عليها. يعني مثلا ضربات القلب بتاعتك انت ما تقدرش تتحكم فيها امتى تسرع وامتى تبطئ. حركه الامعاء بتاعتك انت ما تقدرش تتحكم فيها امتى تشتغل وامتى ما تشتغلش. ديت وظائف بيبدا الجسم يتعامل معاها بعيد عن الوعي بتاعك او بعيد عن الاراده بتاعتك. اللي بيتعامل معاها هو الاوتونوميك نيرفس سيستم. والاوتونوميك نيرفس سيستم هندرس فيه السمباثاتيك والباراسمباثاتيك. دول نظامين، السمباثاتيك ده اللي مسؤول عن الحاجات السريعه، الباراسمباثاتيك ده اللي مسؤول ان هو يهدي الجسم. الشابتر الثاني اللي موجود عندنا وهو الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو فاسكولار سيستم، كارديو يعني قلب وفاسكولار يعني اوعيه. ده النظام المسؤول عن دراسه القلب والاوعيه الدمويه اللي بتكون موجوده عندنا، وده من الشباتر الشيقه جدا واللي هتستمتعوا جدا بالمذاكره بتاعتها، لان هتبدا تدرس فيه القلب ازاي بيشتغل، ايه الخواص بتاعته، ازاي بيضخ الدم، ازاي بيتولد ضغط الدم، ازاي الضغط بيعلى، ازاي الضغط بيوطى، وازاي تتعامل مع مريض عنده مثلا ضغط دم وازاي تبدا تشخصه. وكمان هناخد فيه حاجه شيقه جدا وهو رسم القلب، وده طبعا دي حاجه لا يستغنى عنها اي طبيب في شغله. الشابتر الثالث اللي موجود عندنا وهو السنترال نيرفس سيستم. زي ما قلنا ان في اوتونوميك نيرفس سيستم اللي مسؤول عن الشغل اللا ارادي، عندنا السنترال نيرفس سيستم ده اللي مسؤول بقى عن الشغل الارادي، امتى احرك العضله ديت، امتى احرك العضله الثانيه، امتى امشي، امتى اقعد، وكمان الاستقبال بتاع الحواس اللي موجود عندنا، زي مثلا حد ضربك الاحساس بالالم ده ازاي بيمشي في العصب لحد ما يوصل الدماغ، والدماغ ازاي بيترجمه لحد ما يحسسك بالوضع ده. في تكمله او شابتر ثاني، في ناس بتعتبره تكمله للسنترال وناس بتعتبره شابتر لوحده، وهو السبيشيال سينس. ايه السبيشيال سينس ده؟ الشابتر اللي هنبدا ندرس فيه الحواس بتاعه الانسان وازاي بتبدا تشتغل عندنا. في الحواس ديت بقى هتبدا تدرس ازاي الصوره بتقع على الشبكيه بتاعه العين، وازاي تنتقل للدماغ، والدماغ ازاي يترجمها، وازاي يفهم الصوره اللي موجوده قدامه، وكمان الحاجات اللي انت بتشمها والحاجات اللي انت بتتذوقها، وبرده من الشباتر اللذيذه والشيقه جدا.
الشابتر الخامس اللي موجود عندنا حاجه اسمها النيرف والمصل. النيرف والمصل اللي هو هندرس الاعصاب والعضلات، ازاي العصب بينقل الاشاره العصبيه من الدماغ لحد ما يوصلها للعضله اللي موجود عندنا، وازاي العضله بتبدا تنقبض، وايه القوانين اللي بتحكم الكلام ده. طبعا الموضوع مش ماشي كده هابهازرد، الموضوع مش ماشي عشوائي، لا، الجسم عندنا فيه قوانين بتبدا تحكمه. ده اصلا يعني ده الاصل في الفسيولوجي، ازاي الاورجان بيشتغل وهاو اند واي، ازاي الاورجان بيشتغل وانا هقدر استفيد من الكلام ده ازاي. الشابتر السادس اللي موجود عندنا، وده شابتر البلاد، من الشابات اللي انا بعتبرها يعني حبيبه الى قلبي. ليه شابتر البلاد من الحاجات الكويس قوي؟ اولا بتبدا تدرس فيه المكونات بتاعه الدم، وظيفه كل مكون، كره الدم الحمراء، كره الدم البيضاء، الصفائح الدمويه اللي موجوده، البلازما نفسها اللي موجوده في الدم، كمان الاجسام بتاعه المناعه اللي موجوده في الدم بتشتغل ازاي. زائد ان احنا ندرس فيه موضوع من المواضيع الشيقه جدا، هو موضوع الانيميا. لا يخلو بيت من البيوت المصريه من شخص عنده انيميا، فانت هتبدا تتعرف بقى ايه هي انواع الانيميا، ازاي تبدا تشخصه، ازاي تبدا تتعامل معاه. فمن الحاجات اللي هتبدا تحس بقى ان انت خلاص بقيت طبيب بقى، وهتبدا تتعامل معاهم في البيت. الشابتر السابع اللي موجود عندنا، وهو شابتر ريسبيريشن او ريسبيراتوري سيستم، اللي هو الجهاز التنفسي. يعني نبدا ندرس ازاي الانسان بيتنفس، ازاي الهواء بيخش، ازاي بيحصل عمليه الاكستشينج او التبادل بتاعه الغازات الموجوده في الرئه لحد ما الاكسجين ينتقل من الهواء يخش في الدم، وازاي بيمشي في الدم وما الى ذلك. الشابتر الثامن وهو الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. هتبدا تتعامل ازاي مع الاكل بقى، يعني انت دلوقتي عمليه المضغ بتتم ازاي، عمليه البلع بتتم ازاي، الميكانيزمات الشغل بتاعها بيعمل ازاي، عمليه الهضم نفسها بتتم ازاي جوه المعده وجوه الامعاء، وكمان عمليه الامتصاص والاخراج اللي بيكون في الاخر. الشابتر التاسع وهو الاندوكراين، زي ما قلنا قبل كده ان في طبعا نيرفس ريجوليشن، حاجه بتتحكم عن طريق الاعصاب، واندوكراينال ريجوليشن او هرمونال ريجوليشن. الاندوكراين ده شابتر الهرمونات، شابتر هنبدا ندرس فيه الغدد اللي بتبدا تطلع الهرمونات، وايه هي الهرمونات المهمه اللي موجوده عندنا في الجسم، وايه تاثيراتها على الوظائف المختلفه بتاعه الجسم اللي موجوده عندنا. الشابتر العاشر والاخير وهو الميتابوليزم، معذره المفروض فيه هنا ام، شابتر الميتابوليزم. الشابتر بتاع الميتابوليزم من الحاجات الشيقه برضو، هتبدا تتعلم فيه ازاي الجسم بعد ما امتص الغذاء وراح للعضلات او راح ايا كان المكان اللي هيبدا يتحرق فيه، ازاي عمليات الحرق دي بتتم، والطاقه اللي بتطلع دي بتطلع ازاي، وازاي الجسم بيبدا يستفيد بيها. ده باختصار اهم الشباتر اللي موجوده عندنا في الفسيولوجي. ان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه في اول شابتر هيكون موجود عندنا، وهو الاوتونوميك نيرفس سيستم.